الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثامن هذا فاس وبه يستعين التحذير من المذاهب الحلولية. اس کے پاس ذرا پڑھیں جی موجود ہے آپ کے پاس نا جی جی الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجزء الثامن باب التحذير من مذاهب الحلولية وباب ذكر السنن التي دلت العقلاء على أن الله على عرشه فوق سبع سماواته وعلمه محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كتاب الإيمان والتصديق بأن الله كلم موسى وباب الإيمان والتصديق بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة وباب الإيمان بأن الله خلق آدم على صورته بلا كيف باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع رب بلا كيف باب الإيمان بأن الله يمسك السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال والشجر على أصبع باب ما روي أن الله يقبض الأرض بيده ويطوي السماوات بيمينه باب الإيمان بأن الله يأخذ الصدقات بيمينه فيربيها للمؤمن باب الإيمان بأن الله يدين بأن لله يدين وكلتا يديه يمين باب الإيمان بأن الله خلق آدم بيده وخط التوراة لموسى بيده وخط جنة عدن بيده وخلق جنة عدن بيده وقد قيل العرش والقلم وقال لسائر الخلق كن فكان سبحانه فكان فسبحانه باب الإيمان بأن الله لا ينام قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الآية وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. بسم الله الرحمن الرحيم وبه يستعين. باب التحذير من مذاهب الحلولية. قال محمد بن الحسين رحمه الله. حلول العقيدة لكن الله تعالى مخلوق نعوذ بالله وكرهنا. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل حال وصلى الله على محمد وآله وسلم. أما بعد فإني أحذر إخواني من المؤمنين مذهب الحلولية الذين لعب بهم الشيطان فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم مذاهبهم قبيحة لا يكون إلا في كل مفتون هالك. زعموا أن الله حال في كل شيء حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله بما ينكره العلماء العقلاء. لا يوافق قولهم كتاب ولا سنة ولا قول الصحابة ولا قول أئمة المسلمين. وإني لأستوحش أن أذكر قبيح أفعالهم تنزيها مني لجلال الله وعظمته كما قال ابن المبارك رحمة الله عليه. اس کے نقصانات میں سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ سلف سے اعتماد اٹھ گئے لوگ کیونکہ اپنی چھوئین کی بہت تیز ہے اور ایسی حد تک کہ وہ حدیث و صرف کے لائق نہیں بھی ہے وہ بنا دی جاتی تو بہت تیز ہے اور سلف کی تو تیز نہیں تھی جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ چیز سلف نے ذکر کی اور ان کے سنے کے مطابق نہیں بنتی یہ ذکر کی نہیں بنتی ہے اعتماد سے اٹھ گئے مفسرین سے اٹھ گئے محدثین سے اٹھ گئے آپ سمجھ رہے ہیں اس بات میرا میں خیال ہے مچھلی نہ تیز رکھی جائے نہ بالکل کام کی جائے جی شیخ داؤد میں گزری حدیث کے اس میں حمیدہ ایک راویہ تھی مجہولہ تھی اور ان کی کسی نے توثیق نہیں کی کوئی کچھ نہیں ملتا لیکن بڑے بڑے ائمہ نے اس کی حدیثوں کو صحیح کہا شاید اللہ ساتھی کی تحریر بہت پہلے میرے سامنے آئی تھی تو آتے ہیں کہ عورتوں کی اجازت یہاں مردوں کی اجازت کی طرح نہیں ہوتی یہ بات ابن رجب نے ذکر کی ہے اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا یہ
इनकी तो इज्जत ही गाफिलत मोमिनात में है ना, ना कोई जानता हो ना इल्म की खिदमत की है बेचारों ने, बेचारियों ने बंद कमरों में की है, औरतों से पर्दों से मख्फी रह कर किए, बड़े बड़े आलिम नहीं जानते थे इसलिए इसलिए थे तसाउल की जो जहालत में वजह उसकी बड़ी वजह ही है वजह ये यानी उलमा ने जो मशहूल को ज़ौफ़ खफीफ के अंदर शुमार किया ना उसकी वजह, अगर ज़ौफ़ खफीफ बाज़ार बंदा देखे कि मशहूल को तो और ज़्यादा डाटा ज़ईफ़ होना चाहिए, वैसे उसमें एहतमाल है कहीं वो वज़ारा भी ना जानता नहीं है ना, इतने बड़े बड़े एहतमाल हैं लेकिन बावजूद कि ज़ौफ़ खफीफ में वहाँ लोग लाते हैं, इसकी बड़ी वजह यह कि ज़ौफ़ जो जहालत है इसके बाद अवत जज वजूहत होती हैं, बाज़ अवत अगले से ज़्यादा मजहूल के आने वाले का गुनाह होता है कि वो नहीं जान सक रहा होता है, ये बताना बंदा अपने ख्याल बिल्कुल ठीक है ना, उसके हाफजे में मसला है नजबत में मसला है लेकिन जो कदम उठा रहा है उसे नहीं पता उसके बारे में कि तो खता इसकी होगी ना कम इलम उसकी उस बंदे की तो नहीं है जी جي وإني لأستوحش أن أذكر قبيح أفعالهم تنزيها مني لجلال الله عز وجل وعظمته. إكرامي أكثر موجه نہیں مل رہا نا موجه نہیں چاہیے کہ میں اس کو مجهول کہہ دوں مجهول ہے کیوں جی اسے پھر یہ آسان تعبیر ہوتی ہے لما جد له ترجمہ کہ میں نے نہیں پایا ترجمہ تو چلا لگا رہا تھا کہ نہیں پایا شاید اس کا علم تو آخری کمالی نہیں ہے جی كما قال ابن المبارك رحمه الله دس پانچ نام یا بڑے کبار کے دو تجلو چار نام آ رہے جنہوں نے مجهول کا یا کسی متقدم کا حوالہ لیکن وہ بھی حتیٰ کہ بعض اوقات متقدمین کے مجاہیل بعد میں ثابت نہیں ہو گئے امام ترمذی جیسا بندے کو اگر ناظم رحمہ اللہ مجهول کہتے ہیں تو ان کی رسائی نہیں ہے نا بعد میں تو چیزیں آ گئی اس طرح سے بلکہ آج کل ڈھونڈنے کا نظام متقدمین کے نسبت بہت آسان ہے اگر ایک آدمی نا اس پر کام کرے مثلا مثال کے طور پر محنت کرے کہ جو متقدمین کے ہم مجاہل راوی ہیں اس کو ڈھونڈنا شروع کرے تو ایک اچھا کام بن سکتا ہے کسی کا چونکہ اس زمانے میں سافٹ ویئر کا نہیں تھا اور ایک نام آپ نے دینے کو پوری پوری کتابیں کسی کو ڈھونڈنے کے لیے نکالنا پڑھنی پڑتی تھی کتابوں تک رسائی نہیں تھی اتنی کتابیں نہیں ہوتی تھیں عموماً وہ تباد نہیں تھے ڈھونڈنے کا وہ نظام نہیں تھا یہ فارس حتیٰ کہ اگر کتابی فہرستیں بھی آپ لے مجموع فارس فلانی 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 تو یہ بھی جو متقدمین کو زمانے میں نہیں تھی اس طرح سے بعد میں تمام مانی ہے نا تو اس لیے مختصر ہے کوئی آدمی مجاہیل پر اس لحاظ کے لحاظ سے کام کرے نا جس طرح کے بعد نے کہ کام کیا نا کہ جی من تکلم فی موثق ہاں اسی انداز کا مجاہیل میں کرے کہ جن پر جہالت کا فتویٰ لگا ہے اور وہ مجہول نہیں ہے ایک بہترین کام جمع ہو سکتا کوئی محنت کرے اس پر نا تو اس کام کی واقعی ضرورت بھی ہے اور بہت پیارا کام ہے یہ کام کرنے کے لیے تھوڑے مشکل ہوتے ہیں اس کے ہم تیار نہیں ہوتے اس کے لیے جو آسان ہے اس کی طرف نکل آتے وہ لکھنے کا جو مجہول کہے گئے ہیں اور وہ معلوم ہے مجہول نہیں ہے ان جو ہلا وہ معروف یا معروف ہوں اس لحاظ اس طرح کوئی نام دے کر نا بہترین کام کیا جا سکتا ہے آپ ایک نظر دیکھیں مجاہیل راوی کتنے فہرست پر لکھا گیا نا کتنی ایک فہرست بنتی ہے کہ مجاہیل روایت کی کام یہ آسان نہیں ہے کام مشکل یعنی اس زمانے میں یہ ناممکن تھا آپ یہ کہہ دیں نا اس زمانے میں ناممکن تھا اس زمانے میں مشکل ہے فرق صرف کتنا ہے لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ نام ایک چیز ناممکن سے ممکن بن گئی کافی حد تک ممکن ہے شیخ شرح العلم ابن رجب نے اس متعلق کچھ ایک منہج یہ بھی دیا ہے اور یہ محدثین کا انہوں نے بلکہ ذکر کیا ہے کہ بڑے جو ثقات ہیں وہ اگر روایت کر رہے ہیں تو وہ مجہول نہیں رہتا پھر وہ ثقہ بن جاتے ہیں کہتے ہیں یہ اس کی توثیق کہلائے گا یہ تو ہم نے بھی ادھر کس کتاب میں ضوابط الجرم میرے خیال میں اس میں پڑھا تھا کہ ان کا بلکہ اسے میں نے لکھا بھی ہے غالباً وہاں اس کو کہ ابو حاتم صاحب سے بیٹے نے پوچھا کہ جب اسے ثقہ روایت کرے تو جب ضعفاء سے نہ لینے والا ہو اور ثقہ روایت کرتا ہے پھر فائدہ دیتی ہے یہ روایتوں نے مطلق طور پہ نہیں پھر درمیانی سی بات ہو جاتی ہے نا
कि उस आदमी का अंदाज़ ये है कि वो ज़ुआफ़ा शुफा से नहीं लेता है, और इसका मनहज और तरीक़ा ही है, और वो ले रहा है ना किसी से तो उसे तो सिक्के तकबीत मिल जाती है। रिवायत तो सिक्का त्यान है, इस तरह के अल्फाज थे, सर्च करें मिल जाएंगे, शायद हमने मुखाल में घुसा दिए थे। जी वैसे इब्न अदी ने बहुत सारे रुआत उन पर भी कलाम किए जिनके ऊपर मुतकद्दिमीन का कलाम ही नहीं मिला, उनकी सारी रिवायात को इकट्ठा करके वो सबर वाला जो, यानी बहुत मुश्किल काम था, इसी वजह से फिर यानी इनकी किताब को मकाम भी है। बहुत सारे रावी ऐसे जिनके ऊपर कलाम नहीं था मुतकद्दिमीन का। मैं यार बहुत जल्दी है मुझे कि मुझे वो ख़त्म अल जरा बता दी पढ़ लें, बहुत लंबा बेहतरीन मुकदमा है। وإني لا أستوحش أن أذكر قبيح أفعالهم تنزيها مني لجلال الله وعظمته، كما قال ابن المبارك رحمة الله عليه: إنا لا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. ثم إنهم إذا أنكر عليهم سوء مذهبهم قالوا: لنا حجة من كتاب الله. فإذا قيل لهم: ما الحجة؟ قالوا: قال الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وبقوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم. فلبسوا على السامع منهم بما تأولوا، وفسروا القرآن على ما تهوى نفوسهم، فضلوا وأضلوا. فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أن القول كما قاله، وليس هو كما تأوله عند أهل العلم. والذي يذهب إليه على أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى، وبجميع ما في سبع أرضين وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم الخطرة والهمة، ويعلم ما توسوس به النفوس، يسمع ويرى، لا يعزب عن الله مثقال ذرة في السماوات والأرضين وما بينهن إلا وقد أحاط علمه به. فهو على عرشه سبحانه العلى، سبحانه العلي الأعلى، ترفع إليه أعمال العباد، وهو أعلم بها من الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار. فإن قال قائل: فأيش معنى قوله: وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، الآية التي بها يحتجون؟ قيل له: علمه عز وجل، والله عز وجل على عرشه، وعلمه محيط بهم وبكل شيء من خلقه. كذا فسره أهل العلم، والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم. فإن قال قائل: كيف؟ قال الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى آخر الآية قوله: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فابتدأ الله سبحانه وتعالى الآية بالعلم وختمها بالعلم، فعلمه محيط بجميع خلقه وهو على عرشه، وهذا قول المسلمين. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثني سريج بن النعمان، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، قال: قال مالك بن أنس رضي الله رحمة الله عليه: أن الله في السماء، وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. وقال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي، قال: حدثنا فضل بن زياد، قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: قال مالك بن أنس رضي الله رحمة الله عليه: الله سبحانه وتعالى في السماء، وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه مكان. فقلت: من أخبرك عن مالك بهذا؟ فقال: سمعته من سريج بن النعمان عن عبد الله بن نافع. وقال: حدثني أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: حدثنا النضر بن سلمة المروزي، قال: حدثنا علي بن الحسين الشقيق ابن شقيق، قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن معدان، قال: سألت سفيان الثوري عن قول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه. وقال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي، قال: حدثنا الفضل بن زياد، قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، قال: حدثنا نوح بن ميمون، قال: حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن الضحاك: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال: هو على العرش، وعلمه معهم. قال محمد بن الحسين: وفي كتاب الله آيات تدل على أن الله تبارك وتعالى في السماء على عرشه، وعلمه محيط بجميع خلقه.
قال الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقال الله لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي. وقال جل ذكره: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقال عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. تفضل تفضل.